اليوم غادي ندشن معاكم النفس الثاني. انتما يقع على عاتقكم وعلى اكتافكم ان ترقوا بالجزائر الى العولمة، الى الدول الراقية علميا والدول التي ترتكز عليها البشرية في الأبحاث العلمية وحل مشاكل طبية والاقتصادية والفلاحية وكلها للبشرية كلها مش إلا الجزائر. ما رأيناه اليوم يسعدنا كثير، وأتمنى أن تكون إلا انطلاقة جديدة بهذه المدارس اللي هي فريدة من نوعها.